Assalamu alaikum. Hello guys, how are you? I hope you're doing good. Today is my little one birthday. In this video, I'm gonna share with you what I prepare in my my little one birthday. المهم اليوم عيد ميلاد ديال ولدي. المهم غادي نشارك معكم شنو لقطات من اللي بجد راكو عارفين ما يمكنليش غادي نصوركم باش من تيكونوا جايين عندك الناس. دونك تنبداو شويه بالديكور تنكتبوا هابي بيرثداي والبالون هادشي اللي عزيز على الدراري. يلا نخليكم مع الفيديو مع لقطات ديال هذا ديال اللي وجد فيه الكيك وهذاك الشيء. سيو. بعد ما شد راسو في الثلاجة دابا عاد غادي نبداو نغطيوه. حيت هذاك الاخر دونك درت واحد شحال درت من طبقة اربعة ممكن درت اربعة ودرت طبقة ديال البلوبوري وطبقة ديال اللوز بخاليني مع الكريمة الكريم فهمتي. دونك انا ما عرفت كنت نصور جيسبيغ يكون تصور ليا المقطع فاش من الاول. I'm not good in the cake, but I'm trying my best. المهم المذاق كاين، أنا الديكور شوية مي المذاق موجود. Thank you.
هنا جوج تلصقوهم بالماء ولا بالسيرو. اوكي غادي ندير هكا واحد الطرف. جيسبيغ يكون جا زوين. شوف انا درت ليه هكا باش واخا يدور ولا هدا يبقى. المهم مبغيتش نكتر كتر العقيق و هداك الشي. المهم Yeah, you're right. And we project. Can you watch me? Yeah, you're right. And they sit around and watch. All this work is about. Yeah.